ومعانا لمزيد من التفاصيل الاستاذ علاء حيدر، رئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط. مساء الخير يا استاذ علاء. مساء النور. اهلا وسهلا. كيف هي قراءتك لهذه الزياره المهمه اللي تعتبر طبعا الزياره الاولى من 2009 واول زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الرئاسه؟ هي طبعا بتحمل شقين، الشق الاول هو شق سياسي في غايه الاهميه، والشق الثاني هو شق اقتصادي، لكن الشق السياسي ترجع اهميته اعتقد هي رساله موجهه من سلطنه عمان ومصر الى قطر، ومن مصر سلطنه عمان الى قطر، بان المرحله الحاليه بتتطلب اهميه الحفاظ على الدول في غايه الاهميه، حتى ولو كان هناك البعض يقول ان سلطنه عمان بتستفيد من الحصار المفروض على قطر، وبتحاول قطر من خلال استفاده سلطنه عمان من الحصار المفروض عليها ان هي تخليها تكسب اقتصاديا، بمعنى ان هناك مثلا عندما كان طبعا هناك مقاطعه من جانب الدول مكافحه للارهاب هي مصر والسعوديه والبحرين والامارات، وفي هناك مقاطعه اقتصاديه لقطر، فقطر لكي تجذب سلطنه عمان وتحاول ان هي يعني تستقطبها استأجرت الأسطول الطيران سلطنة عمان لكي تنقل به الركاب القطريين لكي تستطيع أن هي تنفذ من هذا الحصار. ثم بعد ذلك بتحاول أن هي في نفس التوقيت قطر أن هي تستخدم ميناء صحار العماني بدل من ميناء جبل علي بتاع الإمارات العربية المتحدة، في محاولة برضو كسر أو محاولة للنفوذ من خلال العلاقات الاقتصادية مع سلطنة عمان. قطر تحاول أن تفعل ذلك، ولذلك مصر ومن خلال الاستقبال الحافل اللي عملته سلطنة عمان النهاردة رئيس عبد الفتاح السيسي، وهم بيبعثوا رسالة إلى قطر بأنه لن يكون هناك أي نوع من أنواع في ضرب الدولة الوطنية العربية، وأنه حتى لو كانت هناك علاقات اقتصادية جيدة بين سلطنة عمان في المرحلة الحالية وقطر استفادة من سلطنة عمان من الحصار المفروض عليها أو من المقاطعة من دول مكافحة الإرهاب، فإن هذا لن يؤثر على الإطلاق على المواقف الوطنية لسلطنة عمان. وأهم من كده أن رئيس عبد الفتاح السيسي بيحاول في هذه المرحلة أنه يقرب برضه وجهات النظر بين، لأن طبعا بعد زيارة سلطنة عمان سيتوجه إلى الإمارات اللي هي علاقتها زي ما قلنا متوترة، لأن سلطنة عمان بترى أن الإمارات بتحاول إن هي طبعا يعني ترد عليها من خلال إن هي بدأت في قطر تستخدم ميناء صحاري بدل ميناء جبل علي في دبي، إن هي تحاول الإمارات إن هي تتواجد في جنوب اليمن وتقيم هناك منطقة صناعية تنافس بها ميناء الدقم بتاع سلطنة عمان اللي هو فيه استثمارات صينية كبيرة جدا. ولذلك رئيس عبد الفتاح السيسي يريد في هذه المرحلة أن يكون هناك توافق وتقارب بين سلطنة عمان وبين الامارات العربيه المتحده، ولذلك هناك ستكون الزياره القادمه رئيس عبد الفتاح السيسي طبعا بعد ما ينتهي من سلطنه عمان الى الامارات العربيه المتحده، اعتقد ان هي رساله الى قطر ومن جانب مصر ومن سلطنه عمان، لانه مهما كانت العلاقات الاقتصاديه جيده بين سلطنه عمان وقطر التي تستفيد طبعا سلطنه عمان من هذا الحصار او من المقاطعه، فانها في نهايه المطاف ستؤثر على المواقف الوطنيه لسلطنه عمان. دي طبعا نمره واحد. نمره اثنين وده المهم برضو، العلاقات الاقتصاديه، هناك تبادل تجاري بين مصر وسلطنة عمان لا يزيد عن 300 مليون دولار، وطبعا هذا ليس بالكثير، طبعا لابد ان يزيد عن ذلك، ولذلك مصر لو شفنا تكوين الوفد المصري هنشوف هناك وزير التجاره والصناعه ووزيره التخطيط، الهدف من ذلك هي طبعا رفع قيمه هذه التبادل التجاري بين البلدين، لكن الاهم من كده هناك 142 شركه مصريه متواجده بتعمل في سلطنه عمان، بتعمل في مجالات الطرق ومجال الصرف الصحي ومجال الاستثمارات العقاري والسياحي. الرئيس عبد الفتاح السيسي برضه في هذا التوقيت بيسعى ان يكون هناك تزايد للشركات المصريه، خاصه وان هناك شركات مصريه كبيره جدا، المقاولين العرب، هناك مشروعات كبيره جدا بتقيمها سلطنه عمان، تريد ان تتواجد مصر من خلال هذه الشركات في هذه المرحله، فاعتقد ان هو برضه الشق الاقتصادي هذا في غايه الاهميه، خاصه وان مصر احنا سلطنه عمان اتخذت اجراءات او اصلاحات اقتصاديه كبيره وهيئت مناخها الاقتصادي، ومصر في نفس التوقيت اتخذت هذه الاجراءات، سلطنه عمان تريد لديها استثمارات النهارده مع الصين، تريد ان تنفذ من خلال بهذه الاستثمارات الى افريقيا، فمصر ممكن تكون بوابة سلطنة عمان والصين إلى القارة الإفريقية، وفي نفس التوقيت مصر ممكن سلطنة عمان أن تكون منفذ للصناعات المصرية والاستثمارات في محور تنمية قناة السويس إلى آسيا من خلال سلطنة عمان. الاستقبال الكبير اللي كان للرئيس عبد الفتاح السيسي مش بس استقبال رسمي، لكن كمان كان في استقبال شعبي من جانب الشعب نفسه بسلطنة عمان. إزاي شفت هذا الاستقبال والحفاوة الكبيرة؟
لا طبعا الحفاوه كبيره هي بترجع طبعا من النهارده. طول عمر سلطنه عمان يمكن عندما اقامت مصر تمكنت من تحرير ارضها والحصول على كل ارضها من العدو الاسرائيلي، ومصر حررت يعني كل ارضها، وكان في اتفاقيه السلام. اعتقد سلطنه عمان كانت واقفه مع مصر ورفضت ان تقطع العلاقات مع مصر، فالعلاقات بين مصر وسلطنه عمان طبعا تاريخيه وقديمه من زمان، لو قلنا من 3000 سنه حتى من ايام الفراعنه. لكن عندما نتحدث عن التاريخ الحديث فسلطنه عمان كان لديها دائما مواقف قويه بجانب مصر، وساهمت ساعدت مصر كثيرا في ان تحرر اراضيها. فمن الشعب العماني بيحب مصر جدا جدا من زمان، واعتقد ان هذا يعني الشعب سلطنه عمان اظهر مدى حبه لمصر من خلال استقبال الشعب الحافل لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده مش بعيد على سلطنه عمان. كان كمان السلطان قابوس صحيا بيعاني شويه، لكن احنا شفناه النهارده بيتحمل على نفسه، بيستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك اهتمام كبير جدا من السلطان برغم ما يعاني صحيا يعني. فانا عايز اقول ان هذه الزياره على المستوى الشعبي وعلى المستوى الرسمي بتعكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، وبتعكس في نفس التوقيت أن الدول العربية أو أن الخليج العربي لا يستغني عن مصر، وأن تركيا التي في وقت من الأوقات أرادت أن بعض الدول العربية أو بعض دول الخليج أرادت أن تستبدلها في مصر، لكن تبين لهم بقى تركيا تسعى إلى مصالحها. وشفنا طبعا النقلة التي عملتها تركيا عندما اعتقدت السعودية في وقت من الأوقات أن ممكن تركيا أن تساعد الدول الخليج في مواجهة إيران، لكن فوجئت بأن تركيا بتذهب إلى روسيا وبتجلس مع إيران في موضوع بالذات. أدركت أن مصر هي التي تستطيع أن تحمي هذه الدول وأنها العمود الفقري، وأن مصر النهاردة تدعيم القوات المسلحة المصرية وتواجدها بقوة في منطقة خليج عدن. وفي نفس التوقيت مصر تعمل ده ليه؟ مصر تعمل ده لأنه حفاظا على العمق الاستراتيجي لمصر، ان كل السفن اللي بتخرج من خليج عدن ومن الخليج العربي في الغالب بتعدي من محو من قناه السويس. عندما يتم اي نوع من انواع هذه المنطقه او تهديد الملاحه في هذه المنطقه سيؤثر على قناه السويس، ولذلك مصر في نفس التوقيت بتتحرك لحمايه امنها الاقتصادي، ودي في غايه الاهميه خاصه ان محور ان قناه السويس مرشحه ان شاء الله في المرحله القادمه ان تكون منطقه صناعيه مزدهره باذن الله. كثير من المحللين السياسيين أطلقوا على هذه القمة قمة الحكمة، حضرتك ككاتب صحفي تطلق عليها قمة إيه؟ يعني طبعا قمة الحكمة وقمة حماية الدول من السقوط، وقمة توجيه رسالة إلى الدول سواء إيران أو قطر بأن الدول العربية ودول الخليج العربي تدرك أن مصر هي الأمن والأمان بالنسبة لهم، وهي العمود الفقري للدول العربية، وأن مصر هي تستطيع أن تحمي هذه الدول. أعتقد أنها رسالة مهمة جدا لكل من يحاول أن يعمل بأمن المنطقة دي، هي منطقة الخليج ومنطقة البحر الأحمر. أشكرك شكرا جزيلا علاء حيدر، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.